نلتف حول قيادي بلادنا ومؤسسات بلادنا لمحاربة هذه الآفة اللي قاعدة تنخر في الاستقرار في تونس. كما ذكرت كذلك اللي اقترفوا الجريمة الشنعاء ما هوش مشي يأثروا على معنوياتنا، واحنا ديما منها إلى الأمام، مناش مخرين على محاربة الإرهاب لحماية بلادنا ولحماية نظامنا الجمهوري والديمقراطي اللي هو يعتبر نموذج للاعتدال والتسامح. كذلك تلقينا اليوم تقريب من كافة أنحاء العالم منها الدعم والمساندة لمحاربة آفة الإرهاب. كذلك فرصة نحب نستغلها لتقديم تعازي تونس إلى كل القتلى وألا صابتهم يد الإرهاب. كذلك منها فرصة تو بعد ما تمت عملية التقييم الضحايا وشرح العملية الإرهابية، أعطيكم بسطة على الوضع النهائي باستثناء ممكن في عدد القتلى، احنا هما تقريب 21 لكن 20 وقع من التعرف عليهم مازال منها فرد منها من تابع للسياح ما تعرفناش على الهوية نتاعهم. اولا بالنسبة للجرحى، الجرحى عندنا 13 جريح ايطالي منهم جريح في حالة حرجة. بالنسبة للفرنسيين 7 فرنسيين كذلك منهم جريح في حالة حرجة. بالنسبة لليابانيين 4 جرحى منهم جريح في حالة حرجة. بالنسبة للتونسيين هناك 6 جرحى. بالنسبة للبولونيين هناك 11 جريح. بالنسبة للروسيين هناك جريح. وبالنسبة لجنوب أفريقيا هناك جريحان. والمجموع هو 44 جريح. بالنسبة للمتوفين عندنا 4 إيطاليين، عندنا فرنسي، عندنا 2 كولومبيين، عندنا 5 يابانيين، عندنا بولوني، وعندنا أسترالي، وعندنا إسبانيين. هذه المجموع 16 متاع السياح. كما قلت تم مازال منها سائح مازال ما وقعش التعرف عليه. كما ذكرت في البداية مجموع القتلى هو 17 بالنسبة للسياح. كذلك في صفوف التوانسة هناك شهيدين، الأول هو سائق حافلة والثاني كما ذكرت منها عون أمن في إطار التدخل اللي قمنا به هذا اليوم. كذلك نغتنم هذه الفرصة باش نعزي عائلتي الشهيدين اللي ماتوا منها بغدر الإرهابيين. وبالطبع إلى جانب ال 19 اللي توفوا هناك تم القضاء في نفس الوقت على تم القضاء على إرهابيين وهما ياسين العبيدي والخشناوي حاتم الخشناوي وحاتم الخشناوي. هذوما تم القضاء عليهم وقاعدين توا نعملوا في التحريات اللازمه للتعرف على 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 نشاطهم وفي اطار منها قاموا بالعمليه الشنعاء. هذا ما حبيت نقوله في هالتقرير الاخير اليوم. طبعا مازلنا قاعدين نتابعوا في العمليه وتم منها اتخاذ منها عده
عدة إجراءات منها لمجابهة الوضع هذا، إجراءات منها على مستوى الأمني خاصة، وكذلك استعداد على مستوى التدخلات الصحية للعناية ورعاية كل الجرحى، وهي مناسبة اغتنمها كذلك لأتقدم من جديد بالشكر لقوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني، وكذلك لأعوان الصحة البلاء الحسن في العناية بالجرحى وتقديم الخدمات الصحية الأكيدة حتى نخفوا على آلام ونخفوا من آلام. كذلك فرصة باش نشكر كل الأصدقاء تونس اللي هاتفونا هذا المساء وعبرونا عن تضامنهم مع تونس في المصاب الجلل، هم كلهم استعداد لدعم وتعاون تونس لمقاومة آفة الإرهاب في كامل أنحاء العالم. هذا ما حبيت نقول في آخر ظهور صحفي اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله، ولقانا بكم في مواعيد أخرى، وشكرا.